يا شباب عاملين ايه؟ احنا بنطمنكم، بنعمل لكم اول لايف من مستشفى اي بي سي، اول مستشفى معتمد في جراحات السمنه مستقله في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. احنا بنطمنكم على حاله منذر، حاله صعبه كنتوا كلكم عايزين تطمئنوا عليها. احنا حاليا في العياده بتاعه المستشفى. استاذ منذر عمل العمليه الحمد لله الاسبوع اللي فات من حوالي 6 ايام، وجاي النهارده في اول متابعه ليه. استاذ منذر كان عنده مشكله كبيره في السمنه، هو وزنه 252 كيلو، ومشكلته الصحيه ان هو عنده فشل في التنفس، يعني فشل في وظائف الرئه وفشل في وظائف القلب. دي المشاكل الطبية أو دي المشاكل التخدرية اللي احنا خايفين عليها، غير المشاكل الجراحية ان هو 252 كيلو والعملية نفسها ممكن تكون صعبة وجدار البطن سمين جدا. منذر كان عايش يعني وقت صعب الفترة اللي فاتت، وكان بيحاول ان هو يشوف حل ان هو ينزل في الوزن عن طريق العملية، وعمل رحلة طويلة على بال ما عمل العملية. هو ممكن يحكي لنا عليها أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبكم من الجميع، الحمد لله بخير وصحة وسلامة. وكانت رحلتي طويلة صراحة في فترة المرض اللي كنت تعبان فيه، السمنة المفرطة، تعبت في مرحلة حوالي قرابة 3 سنوات. رحت أول شيء رحت الأردن، سافرت الأردن عند دكتور هناك ورفضوا إنه يسوي العملية بحيث سمنتي، وحاولت عدة دول، تواصلت مع قناة الام بي سي 4، حولوني على تركيا، وبرضو تحولت رجعت السعودية مع دكاترة ثانيين، حاولت دكاترة في الرياض، مستشفى في الرياض، مستشفى الشماسي، وكذا مستشفى معاهد ثانية عيادات، فرفضوا كلهم العملية وإجراء العملية لي بسبب صحتي وحالتي السيئة. والحمد لله جيت هنا مصر، جينا عند الدكتور ما شاء الله تبارك الله ما قصر، والحمد لله وفضل الله انه الحمد لله وفر صحتي بعد العمليه. نوفر ايه الاول احكي لنا العمليه، وبعد كده كنت اول ما اقدر كنت ما امشي الا بالكرسي، كنت مقعد ما امشي الا بالشير بالكرسي، ما اقدر اتحرك، حتى الحمام الله يكرمكم ما اقدر اروح الحمام الا مساعد ناس تدخلني الحمام تخرجني. لكن انا الحمد لله اقوم واتحرك واقدر اروح الحمام وارجع واخرج الحمد لله وفضل الله. وهذا فترة يعني ما شاء الله تبارك الله بسيطة، خلال 6 ايام من العملية، والحمد لله الدكتور ما شاء الله تبارك الله ما قصر ما شاء الله عليه، الحمد لله قدامكم صحة سلامة. ما اقدر اوقف من غير اي مساعدة، اتحرك عادي الحمد لله، صحتي كويسة، ما في لا تعب ولا ناهي ولا شيء زي اول، الحمد لله بفضل الله الدكتور ما شاء الله ما قصر. ربنا 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 ما شاء الله ما شاء الله 22 كيلو في ساعة ما شفتوه قبل العملية. شكرا شكرا، نشوفكم على خير، السلام عليكم.